بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه ان شاء الله الآن بدنا نكمل آه هذا الفيديو يعني الفيديو اللي قبل شوي كان عبارة عن ربع ساعة بس طفى آه الشحن لكن الآن ان شاء الله السريع راح نكمل ضل ست سلايدات برضو ان شاء الله ما ياخذ منا وقت كثير يعني خلاص الريبليكيشن احنا حكيناه تقريبا بس هي مختصر له فحكينا اول اشي انه بيجي عندنا او خلينا قبل هيك انه نبلش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فلا حول ولا قوه لنا الا بك فدائما نطلب الاستعانه من الله سبحانه وتعالى لأن التوفيق كله من الله بسم الله فاذا حكينا اول شيء بيجي التوبو ايزمريز وحكينا التوبو ايزمريز عباره عن 1 و 2 هذول 1 و 2 توبو أزمريز. آه ورقم 2 محتاج اي تي بي هذول حكيناهم هذول ايش بقصوا الدي ان اي سواء سنجل ستراند او دبل ستراند الان نيجي على بعدين يجي في عندي ايش انشيت البروتين اند دي ان اي هيليكيز وحكينا انه الهيليكيز هو اللي راح يفصلهم عن بعضهم البعض وبرضه هذا الاشي بحتاج طاقه وراح يكون لي الفوركس اللي هو احنا حكينا انه هون هي الببل من هون هي هيك الزاويه هيك بيكون اسمها فورك اللي تفتح هيك وتبلش تمزع الدي ان اي عن بعضهم البعض أه وبحتاج طاقه هذا الشيء بحتاج اي تي بي بعدين دي ان اي برايميز اللي راح يجي يحط لي الار ان اي برايمر صح أه وبنعرف انه البرايميز برتبط بالهيليكيز عند البكتيريا فقط او عند البروكاريوت فقط يكملوا لي ايش اسمه برايموسوم فهذا راح يجينا سؤال حكينا وهذول اثنين لازم يكونوا مع بعض حتى ايش أه يصير في عندي سينثيسس لازم يجوا اثنين مع بعض وواحد يحفز الثاني آه بعدين حكينا برايميز سينثسايز شورت ار ان اي برايمر اللي هو عباره عن 10 ل 12 نيوكليتايد آه آه وبعدين يجي ايش؟ يجي الدي ان اي بوليمريز 3 يبلش يشتغل يكون ايش؟ يعني له قطعه البدايه وهو يجي يكمل على قطعه البدايه ويمشي. البوليمريز 3 اد نيوكليتايد 5 تو 3 ليش أنه حكينا هو يقرأ من ثلاثة إلى خمسة فبطبع من خمسة إلى ثلاث صح ولا فإذا هي من خمسة إلى ثلاث both strand beginning at the RNA primer من ال RNA primer ويبلش the RNA primer is removed صح ولا عن طريق مين عن طريق ال RNAs أو اسمه الثاني polymerase إيش one polymerase one هو نفسه ال RNAs تمام وبعدين مين بده يعبي الفراغات اللي هو الـ DNA ligase راح يعبي الجاب الجاب سيلد وذ دي ان اي وبعدين بيجي عندي اشي اسمه سنجل ستراند اس اس بي هذول بس هذول طبعا ما بيجوا هسه بيكونوا قبل فوق بيجوا يمسكوا لي هذول البروتينات اكثر من 200 بروتين تخيل ستابلايز سنجل ستراند بسموهم ايش حكينا مين شاطر يتذكر حكينا هير بينز هير بينز دبابيس الشعر يعني او الدبابيس لانهم يجوا يركبوا على الستراند زي الدبابيس حتى ما حتى يمنعوهم يرجعوا على بعضهم البعض برضو هذا الاشي الاس اس بيز بروتين حكينا هم لهم وظيفه انه يحموا السنجل ستراند دي ان اي من انه يدمر عن طريق النيوكليوسومز ممتاز نيجي الان للبروف ريدنج البروف ريدنج حكينا انه الان اذا تكون عندي انا دي ان اي هيو الدي ان اي قاعد يتكون من خمسة ل 3 قاعد بتكون صح وصلنا لهي المنطقه اجى خرب حطينا قطعه غلط هون بنوقف وبنرجع لورا ريفيرس هاي الرجعه لورا آه اللي هو هاي الرجعه لورا اسمها بروف ريدنج يعني ايش انك انت تدقق على الاشي اللي خربطت فيه وترجع وتصلحه فالرجعه لورا بروف ريد بدنا نقص الجزء الاخير اللي احنا سويناه فهذا الجزء الاخير الخارجي اسمه اكسو ففي اشي اسمه اكسو نيوكليز بقصه الاكسو نيوكليز بس بدنا نعرف ونتذكر انه بمشي من وين لوين بمشي من ثلاثه لخمسه لانه قاعد برجع ورجوع فهي مهمه فانا بحكي لك ان بكتيريا اول 3 دي ان اي برايم بوليميريز 1 2 3 هاف ابيليتي تو بروف ريد هاي مهمه الجمله انه بحكي لك بالبكتيريا كلهم ويصلحوا بالبكتيريا. بيقدروا يرجعوا يصلحوا بالبكتيريا تمام؟ بينما عندنا احنا مش كلهم ترى اذا دققت في مش كل الدي ان اي البوليميريز بيقدروا يسووا مثلا الفا والبيتا ما لهم دخل بالدي ان اي بروف ريدينج صح؟ طيب

تمام ريفيرس دايركشن باي 1 بيس بير اوف دي ان اي اند اكسرسايز اه اكسرسايز ذا مس ماتش بيس يعني ايش بظبط بشيل الشيء الغلط ويرجع يحط لي شيء صحيح فولو بيس بير اكسجين بوليمريز كان ري انسيرت يعني الان بس قصها يقدر البوليمريز يرجع يكمل وري انسيرت يرجع يدخل شيء صحيح ري انسيرت ذا كوريكت بيس اند ريبليكيشن كان كونتينيو تخيل سبحان الله هذول ترى والله ولا واحد فيهم الو عقل ولا واحد فيهم الو مخ، سبحانك ربي ما أعظم، كيف كيف شغال تشتغل هاي مش فاهم. The uh, extent of proofreading in DNA replication determines the mutation rate. يعني الآن كل ما كان بروفريدنج شغال كويس كل ما كانت الطفرات ايش؟ أقل، فإذا عدد البروفريدنج هو يحدد لي الميوتيشن ريت. and is different in different species يعني كل حيوانات كل شغلات كذا بيختلف البروفريدنج عنها مثلا البكتيريا مش, مش كثير في دقيق البروفريدنج زي عنا احنا عندنا كثير دقيق عشان ما يصير في ميوتيشن عندك وما تمرض فاحكي الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين تايب اوف دي ان اي دامج الان بدنا نشوف تايب اوف دي ان اي دامج كيف الدي ان اي ممكن يصير له مشاكل طيب شو من انواع في عندي فور تايبز للدي ان اي دامج اول شيء بحكي لك الان اول فور اوف ذا بيسز ان دي ان اي اللي هو الاي والتي والسي والجي كان بي كوفالنتلي موديفايد ات فيريس بوزيشن تمام لازم ايش بالوضع ير... يعني بالوضع الطبيعي بيكون مصفطين كويس لكن الان ممكن ايش يصير في خلل بواحد منهم one of the most frequent loss of amino group اللي هو دي امينيشن بتذكر كان في انزيم اسمه دي امينيز كان يحول لي السيتوسين الى يوراسيل وهي مشكله طبعا لانه انا اليوراسيل المفروض ما الاقي وين ما الاقي بالدي ان اي فهون اذا صار عندي مشكله وراح راح ينتج عندي يوراسيل جوا الدي ان اي وهذا شيء غلط زائد انه راح افقد انا سايتوسين وهذا شيء غلط واذا فقدت انا سايتوسين راح يقل عندي اللي يرتبط بالسايتوسين اللي هو الجوانين فهيك تخربط عندي النظام تمام فاذا اكثر شيء مين هو loss of amine group اللي هو deamination هذا أكثر شيء الآن في mismatch of the normal base because of failure of proofreading الآن تفشل عملية البروفريدنج، فبيجوا يجوا يركبوا قطعة غلط بغير مكانها وهذا الإشي ما بصير فالآن كيف ممكن يركبوا قطعة غلط بغير مكانها ممكن تركب أي قطعة غلط لكن هون لك مثال إنه مثلا يجي يركبوا اليو اليوراسيل بمكان بالدي ان اي يعني الآن بالوضع الطبيعي قلنا بتتذكر محاضرة الدكتور جهاد ممكن انا اليوراسيل هذا نتيجة الإنزيم اللي هو دي أمينيز يحول السيتوسين إلى يوراسيل فينتج عندي اليوراسيل جوا الدي أن أي أو أنه الآن الآرون أي خربط وهو يطبع بدل ما يطبع تي طبع يو فهي إيش؟ إيش؟ يصير في عندي مشكلة فهي مس ماتش للبيس فهي إيش؟ خطأ ثاني كمان الآن الخطأ الثالث اللي هو ممكن بريكس للباك بون ممكن إيش؟ يصير في عندي بريك للباك بون ممكن الدبل ستراند كله ينكسر ممكن واحدة تنكسر يصير فيها بريك نتيجة راديشن نتيجة اي اشي نتيجة uh, تعرضت لاي مشكلة ممكن يصير في دمج لها ان اي زي هيك cross links uh, covalent linkage can be found between bases of the same DNA strand الآن ممكن يصير في عندي cross link covalent يعني الآن في عندي هاي دبل strands تمام ممكن يجوا هذول uh, يصير في cross لينك بتوين ذا سيم دي ان اي ستراند يعني هون نفسه هاي دي ان اي ستراند مش هو هيك ملفلف والثاني ملفلف عليه زي هيك ممكن واحد من هذول يجي يشبك بواحد ثاني يعني نفسهم هم اثنين يركبوا يشبكوا ببعض يعني هو مثلا هاي ستراند تمام هاي ستراند ممكن تشبك هاي مع هاي بمكان هون يصير في عندي كروس لينك كوفالنت وهذا اشي غلط او ممكن هذول الاثنين دبل ستراند يشبكوا ببعض بمكان معين وهذا الشيء كمان غلط انهم يشبكوا بكوفالنت فهي هذا اللي هو اسمه كروس لينك كوفالنت لينكج اما يكون بالسيم ستراند اذا كان بالسيم ستراند زي هاي الرسمه بيكون اسمه انترا ستراند كروس لينك انترا ستراند يعني بنفس الستراند بينما اذا كان بالاوبزيت ستراند يعني انه بين ستراند والستراند الثاني بسموه انتر ستراند انتر من اسمه ما بين والانترا يعني داخلي وضحت؟ طيب نيجي الان هون يحكي لك شو ممكن يصير نتيجه دي ان دمج انت شو تتوقع ممكن يصير اول شيء راح نتوقعه او اكثر شيء ممكن نخاف منه اللي هو انها تصير مالجننت فهي بحكي لك ممكن انه هاي تصير مالجننت بس هذا الخيار رقم ثلاث الخيار رقم واحد انه الخليه خلاص الان صار فيها مشكله يجي يحكوا لها والله بما انه صار معك المشكله هاي ما راح نموتك لكن ما راح نخليك تنقسم مره ثانيه فهي هيك يعني انت كانك انت خليتها ختيارة يعني كانها خلص هي وصلت لمرحله الهرم والشيخوخه او السنسنت فالسنسنت اللي هي الشيخوخه انك انت خليت الخليه تصل لمرحله الشيخوخه لانك انت منعتها انها تنقسم مره ثانيه انت ما منعتها بكيفك انت منعتها لانه صار فيها دمج فصار فيها الريفيرسبل دورمنت يعني الان هي راح تصير ايش في سبات اه الى ما لا نهايه في سبات الى ما لا نهايه ما راح تنقسم مره ثانيه بس ايش ظلت عايشه ظلت عايشه تمام الان ممكن الخليه الان يجي تيجي النيوكليس فيها بصير فيها دمج بالدي ان اي تيجي النيوكليس تحكي والله يا شباب اليوم صار عندنا دمج بالدي ان اي ودمج كثير فظيع فبالتالي اذا احنا ما وقفنا الخليه وموتنا حالنا تدمير ذاتي ممكن تتحول لسرطان فبدمروها التدمير الذاتي اللي هو شو اسمه فالأبو فالابوبتوسيس هو موت الخليه المبرمج الخليه بتموت حالها ليش حتى ما يصير في عندي كانسر فهاي انه متى بتصير طبعا متى الخلية بتوصل للمرحلة هاي اذا كان في دمج كثير قوي فالسفشنت دي ان اي دمج مي تريجر ذا سيجنال كاسكيد يشغل عمليات التدمير الذاتي فورسينج ذا سيل تو بروجرام سيل ديث تدخل الخلية بالبروجرام سيل ديث وتموت الخلية فهي الثلاث خيارات اللي ممكن تصير الان نيجي على ميكانيزم اوف دي ان اي ريبير كيف ممكن الان يصلح الدي ان اي كيف ممكن يصلح الان ممكن دي ان اي شو يصير في عندي مثلا عندي انا هون مثلا اي وبعدين في عندي جي وبعدين في عندي مثلا تي تمام وهي مثلا اي جي تي مثلا خلنا نفرض وهاي التي راح يرتبط فيها اي من هون وهاي الجي شو راح يرتبط فيها سي صح لكن إن نفرض انه ما ارتبط فيها سي شو اجينا هون لقينا لقينا حرف تي تمام وهاي الاي برتبط معاها تي تمام فاذا ها هو هاي التي غلط لازم تكون سي فهي بسموها بيس فهون في عندي مشكله بالبيس هاي يجوا ايش يشيلوها ويركبوا ده فهي بسموها بيس اكسجين ريبير انه بيس اكسجين ريبير involve, involve multiple enzymes to excise and replace a single ها single damage nucleotide base nucleotide base واحده بشيلها برد اركب مكانها حرف سي وانتهت القضيه the base modification primary repair Uh, by uh, base oxygen uh, repair enzyme of those damaged uh, endogenous oxidation and hydrolysis نعرف انه الان شو ممكن سوى الطفره هاي او الخلل اللي هون اللي هم الاندوجينس اوكسيديشن اللي هي عوامل الاكسده الداخليه من جوه الخليه او من جوه الجسم او الـ hydrolysis صار في عندي hydrolysis او endogenous oxidation تذكر انه ايش يصير في عندي base بير damage هذا البيس بيرد بسوي له ايش اكسجين. إتس ريسبونسبل ريسبونسبل برايمري فول فور ريموفينج سمول يعني بالاخير انا شو بشيل؟ بشيل قطعه صغيره وبركب مكانها هل, هل رح يتاثر الدي ان اي؟ لا فنن هيلكس دستورينج بيس يعني انا ما رح اعمل دستورينج للهيلكس ما رح اشوه منظره ولا رح اخربه واضح؟ فهاي اللي رح يصير عندي. نيجي الان للنيوكليتايد اكسجين ريبير نيوكليتايد اكسجين ريبير انك انت ممكن تشيل اكثر من نيوكليوتيد كيف الطفره اللي هون بس انه تخيل يكون هاي وهاي مثلا فيهم مشاكل انك تشيلهم مع بعض فالنيوكليوتيد اكسجين ريبير بارتيكولار امبورتنت اكسجين ميكانيزم ذات ريموف ميوتيشنز ريزولتنج من وين بس اعرف انه شو راح يسالك عن نيوكليتايد اكسجين ريبير انه بحكي لك سببهم اليو في راديشن الاشعاعات الاشعاعات ممكن تعمل دي ان اي دامج ماشي فاليوفي دي ان اي دامج ريزولت ان بلكي دي ان اي ادكت ذيس ادكتس ار موستلي ثيامين دايمرز هاي بدنا نحفظها شوف دائما شو بحكي لك اكسجين ريبير على ايش بتصير بيقول لك بصير في عندي انا هون شو بيكون في عندي جي تمام بيكون في عندي جي وبيكون في عندي تي وبيجوا يحطوا جنبه كمان تي ثاني غلط انك يجوا اثنين جنب بعض نفس الشيء تمام وخلنا نفرض هون ايه تمام طيب ممتاز فشو بصير في عندي بصير في عندي ايش هون يسموهم ثيامين دايمر انه هذول الثيامين يرتبطوا ببعضهم البعض بيحكوا ايه كيف حالك شو اخبارك شو جايبك عندنا فبرتبطوا ببعض بيخربوا لي الدي ان اي من وين اجوا اجوا من اليو في لايتس من ايش من الاشعاع فمن اليو في لايت بيجوا بيخربوا لي الدي ان اي بيعمل لي شيء اسمه ثيامين دايمرز تمام ثيامين دايمرز اند 6 5 فوتو برودكتس اتذكر اس فوتو برودكت يعني من وين جاي من الاشعه يعني من اليو في لايتس فهذول اللي بيصيروا عندي فهون اوف recognition of damage lead to removal of short single strand dna segment يعني مش بس كانت قطعه واحده زي هون single damage nucleotide لا هون اكثر من قطعه بس ايش صار short single strand dna contain the legion. بشيلوها بيردوا ركبوا مكانها بس ايش نتذكر نيوكليوتيد اكسجين ريبير وبيس اكسجين بيس يعني بس بيس واحده نيوكليوتيد اكسجين ريبير اكثر من واحده مثال عليهم انه اليو في رايت بيعمل لي ثايمين دايمر لان الاخيره مس ماتش ريبير هاي بتكون ايش انه يقص كثير شغلات يقص منطقه كثير كبيره سيستم فور ريكوجنايز اند ريبير ايرور نفس إنسرشن ديليشن او مس انكوربوريشن اما يكون في عندي اضافه زياده على الدي ان اي او انه شال من الدي ان اي او انه ركبهم جنب بعض غلط بيجي بشيلهم كلهم مع بعض وبيحط بدالهم يسموها ميس ماتش ريبير ماشي مش ضروري نعرف كيف بيشتغلوا طبعا كل واحد منهم بيشتغل بشغلات معقده كثير طبعا Uh, that can arise during DNA replication and recombination بدنا نعرف من الفقرة هاي أنه أول إشي بيصير إذا صار insertion أو deletion أو mis-incorporation يعني دمج بالغلط uh, insertion أو deletion أو mis-incorporation وبرضه يستخدم هذا الإشي خلال عملية ال-replication و-recombination أنه لما أنا بدي أعمل uh, replication أو بدي أدمج جين بجين ثاني آه هاي بيشتغل عندي ايش المس ماتش ريبير از ويل از ريبيرنج سم فورم اوف دي ان اي برضه بيصلح لي كثير شغلات من دي ان اي يعني بس هاي كامثله هيك رؤوس اقلام على ثلاث امثله للتصليح بالدي ان اي نيجي على الخطوة اللي هي قبل الأخيرة تقريبا الآن احنا صنعنا دي ان اي هذا الدي ان اي لازم نيجي نلفه على هستون بروتينز صح ولا لا؟ هاي اللفة على هستون بروتين بسموها السيمبل السيمبل اني انا الفه لما اجي افكهم بسموه ديسيمبل ماشي ديسمبل افكهم اسمبل اضمهم فالان هون بحكي لك as دي ان اي يعني لما انا اجي بدي اعمل لازم الدي ان ابعدهم عن بعضهم البعض زي ما بعدناهم بالريبليكيشن فلا هون النيوكليوسوم must دي assemble. النيوكليوسوم يعني DNA ان زائد هيستون بروتين صح ولا لا؟ ان زائد هيستون بروتين اسمه نيوكليوسوم هذا النيوكليوسوم لازم يتفكفك دي assemble. لكن بعد ما احنا صنعناه الان صنعنا دي ان اي نيجي نحكي مع نيوكليوس مرحبا نيوكليس الان احنا عملنا دي ان اي بدنا نلفهم على هستون عندك هستون تكفي يكفي تحكي والله عندي هستون بس يمكن ما يكفي فراح نصنع هيستون عشان يكفي للدي ان اي الجديد فبصير في عندي هيستون اند اسوشيتد كروماتين بروتين ماست بي duplicated لازم يتدبل عددهم حتى يكفي كيف بدي ادبلهم بدي اصنع بروتينات نيو بروتين سنتز فبصنع هستون جديد كثار حمكم الله نيولي ريبليكيتد دي ان اي بيجي هذا الدي ان إيه اللي تكون جديد بصير له ايش اسمبلد انتو نيوكليوسوم اسمبلد كيف يعني ضفنا عليه الهستون بروتين تمام اولموست ايميديتلي مباشره يعني ليش مباشرة؟ حتى ما ما حدا يجي يدمره هذا لأنه بيكون بعده صغير ضعيف. هيستون تشابرون بروتين كنترول ذا اسمبل. في إيش اسمه هيستون تشابرون بروتينز آه هاي بروتينات آه يعني آه خلينا نحكي تشابرون يعني هي بتحمي ال الدي ان اي بحكي لك هاي بتكون موجوده حتى تنظم عمليه الاسمبلي فقط لا غير اديشن اوف نيو هيستون كروماتين اسمبلي فاكتور هيلب تو اد اند اسمبل نيو نيوكليوسوم برضه الان في شيء ثاني اسمه كروماتين اسمبلي فاكتور برضه بيلعب دور فاذا اجى حكاك شو في شغلات بتلعب دور بتحكي له هيستون تشابرون بروتينز وكروماتين اسمبلي فاكتور اثنيناتهم بيلعبوا دور بالاسمبلي بي للدي ان اي وهون نفس الشيء بحكيلك الدي ان اي الجديد هي يتكون وتلفلف وهيك وهيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة سامحونا جدا على الاطالة والتقصير بس ان شاء الله تكونوا فهمتوها قدر المستطاع وان شاء الله الله يوفقكم وتجيبوا اعلى العلامات في الدنيا والاخرة الله يفتح عليكم ويسر اموركم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته